تأشر بأسبوعين. طب إحنا سعداء طبعاً نقابل الدكتور نافع الياس اليوم في معرض الشارقة للكتاب، والكلمة له. السلام عليكم، أخوكم نافع الياسي، دكتور طبيب أطفال في الإمارات هني. والله أنا سعيد أكثر أن تلاقينا مع البروفيسور نورمان عادي. طبعا هذا أول كتاب أنشره هني بعنوان مريض الأنسة، عبارة عن قصص طبية كلها صارت في المستشفى عندنا كطبيب يعني. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمتعون بالقراءة. إذا حضرتوا هني في دار نوفا تلاقون الكتاب، أتمنى أنكم أن يعجبكم. كتاب خفيف تخلصونه خلال سويعات يعني. إن شاء الله فرصة سعيدة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا للدكتور نافع، وإن شاء الله قراءة مفيدة للجميع، وشكرا لكلماتك الطيبة. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير. شكرا. بارك الله فيك.